الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها إنسانة ولله الحمد ملتزمة، وخاصة بصلاة الفجر. تقول لكنها فقدت ذلك الالتزام قبل شهر تقريبا. تقول لم أعد أوفق لقيام صلاة الفجر، وكل يوم أحاول لكنها لا تستطيع. تقول ليس بإرادة مني، بل إنها بذلت كل الأسباب من أجل أن تنظم صلاة الفجر في وقتها، وضعت المنبه. تقول وكانت نيتي صادقة، وأحافظ على قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الملك. تقول ودعوت ربي مرارا ولا أنام إلا على طهارة. تقول لكني تعبت نفسيا حيث أني لم أعد موفقة لصلاة الفجر، هل ترى هذا ذنب منعني منه؟ ما هو توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من كثرة ذنوبنا لم نعد نعرف من أين أتينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما تشكو منه أختنا السائلة نشكو منه جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذه النفوس الفاترة التي فترت عن طاعة الله عز وجل. ولا جرم أن الجميع يعلم أن صلاة الفجر من أعظم الصلوات، حيث خصها رب العزة والجلال بقوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقد ثبتت الأدلة الكثيرة بفضلها وعظم شأنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وفي الصحيح كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله عز وجل بشيء من ذمته. ومعنى في ذمة الله أي في حفظه وكلاءته سبحانه. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح من يوم الجمعة في جماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمقصود بالبردين أي الفجر والعصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي لجنار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والأدلة الدالة على فضيلة صلاة الفجر كثيرة ولله الحمد والمنة. فأول ما ينبغي للمؤمن أن يتعلمه حتى تنشط نفسه للمحافظة على صلاة الفجر ذلك الجانب العلمي المكون من سماعه لتلك الأحاديث العظيمة التي تحفز نفسه على المحافظة على هذه الصلاة. ثم ما جاء بعد ذلك فإنه كالمكمل لها، من الحرص على النوم مبكرا، فإن من أعظم ما يعين الإنسان على الاستيقاظ لصلاة الفجر أن ينام مبكرا. ولا جرم أن النوم بعد صلاة العشاء بقليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين يقول أبو المنهال رضي الله تعالى عنه عن أبي برزة رضي الله عنه قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها. ومما ينبغي أيضا للمسلم أن يحتاط به أن يعلم خطورة تفويت صلاة الفجر. ومما يبين هذه الخطورة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عد الذين لا يحافظون على صلاة الفجر من أهل النفاق والعياذ بالله، كما في الحديث السابق: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وإنما تكون إساءة الظن بذلك المتخلف عن هاتين الصلاتين، لأن المحافظة عليهما في الحقيقة هو معيار صدق الإيمان في القلب. فمن كان مؤمنا صادقا فإن من علامة صدق إيمانه أن يحافظ على صلاة البردين، صلاة العصر وصلاة الصبح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله. ويفهم من هذا أن من فاتته صلاة الصبح فليس في ذمة الله. ومن الخطوات التي ينبغي أيضا أن يتخذها الإنسان أن يستعين بأهل بيته في إيقاظه لصلاة الفجر، أو أن يستعين ببعض زملائه، وإذا كان امرأة تستعين ببعض زميلاتها بأي وسيلة من الوسائل التي يتصلون عليها عن طريقها ليوقظوها لصلاة الفجر. وإذا كانت في بيت فيه زوج لها وأم وأب أو أبناء فعليها أن تحتاط الاحتياط الكامل في توصيتهم جميعا بأن يعينوها إذا حل وقت الفجر أن ينبهوها لصلاة الفجر. ومما ينبغي أخذ الحيطة به أيضا الحرص على الطهارة قبل النوم، وعلى الأذكار المرعية قبل أن ينام الإنسان، وهي أذكار النوم، فإنها من أعظم ما يعين على القيام لصلاة الفجر. ومن الوسائل كذلك أن تكون نية الإنسان صادقة قبل أن تغفو عينه، وأنه يريد فعلا أن يقوم لصلاة الفجر. فصدق النية والعزيمة عند النوم على القيام لصلاة الفجر مما يجعل الإنسان يستيقظ بإذن الله عز وجل عند ابتداء وقتها أو سماع الأذان. ومما ينبغي للإنسان فعله كذلك ألا يتوانى إذا أيقظه أحد، وأن يبادر بعد إيقاظه لصلاة الفجر بذكر الله حتى يطرد الشيطان من حضرته. فذكر الله تعالى عند الاستيقاظ مباشرة هذا مما يعين على عدم ثقل النوم الذي يحسه الإنسان بعد استيقاظه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل. فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ وصلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس. ومما ينبغي كذلك الاستعانة ببعض الأجهزة التي أخرجها الله عز وجل لعباده كالساعة في الجوال أو خارج الجوال، فإنها مما تجعل الإنسان يستيقظ بإذن الله عز وجل. ومما ينبغي فعله كذلك أن يدعو العبد ربه قبل منامه أن يعينه على الاستيقاظ، فإن الدعاء هو العبادة وهو سلاح المؤمن، فعليه أن يدعو ربه أن يوفقه للاستيقاظ لأداء صلاة الفجر مع المسلمين، فإن الدعاء من أكبر وأعظم أسباب النجاح والتوفيق في كل شيء كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة. ومن لطيف ما يذكر هنا من الوسائل أن ينضح الزوج الماء في وجه زوجته، أو أن تنضح الزوجة الماء في وجه زوجها، أي مجرد رش خفيف للماء من باب التواصي على الاستيقاظ، كما جاء ذلك في الحديث في مدح الرجل الذي يقوم من الليل ليصلي ويوقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء. وكذلك مدح المرأة التي تقوم من الليل وتوقظ زوجها
فإن أبت أو نقول فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فهذا النضح بإذن الله من الوسائل التي تذهب النوم بإذن الله عز وجل. ومما ينبغي أيضا من الإنسان إذا علم من نفسه أنه ثقيل الرأس في النوم أن لا يحرص على النوم وحده، فإن الانفراد في النوم قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت الرجل وحده كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله. ولعل من حكم هذا النهي أنه قد يغلبه النوم ولا يكون عنده أحد يوقظه للصلاة، يوقظه للصلاة. فإذا علم الإنسان من نفسه ثقل النوم فلينم قريبا من الناس حتى يكون أعون له ولهم على إيقاظه بإذن الله عز وجل. وعلى كل حال فالعبد ينبغي له أن يستعين بالله تبارك وتعالى على أداء هذه الفريضة العظيمة وغيرها من العبادات. وتأمل أيها السائل معي قول الله عز وجل إياك نعبد، ثم قرن هذه العبادة بقوله إياك وإياك نستعين. فمن لم تكن له معونة من الله عز وجل على أداء ما فرضه الله عليه من العبادات فإنه لن يستطيع القيام بها. فأعظم ما ينبغي الاعتماد عليه الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والله أعلم.